أي إلا سياد بره ما مركي العلماء ولايي أي بلاي ولا كل عشونه سياد بره ما اللي هو هري وح مقرن سافر استيب كأم ماشي يقول يسوق فشل ما واحد حسق الصح وما سنتي سياد بره ماشي يقول يسوق فشل ما واحد ما لبنا بلا قرعة سياد بره كوه حلا قرعة عاد صورة النساء كشفته أو بدري الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض إلهي سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء عاد أو بدري كوه محوري رجيه دمك ويسمين وحب بدري محي للذكر مثل حد الأنثيين ninka ragii hadii imika ay wada dhasheen laba hablood iyo hal nin oo ay afar qol ee bood uga dhinto afar qol ee bood uga dhinto waana laba hablood iyo hal nin lidda kari misli haddii loo seen ninka labka wuxuu leeyahay laba qori buu leeyahay halka gabadha hal qori kale macnaha labada dumar waxay qaadanayaan hal nin ba qaadanay isaguna muxuu yiri khums iyo sadis iyo waxa soo dhan waa isku mid waxaasna la xaal isma dheera een magta gabadhuna waa kontan waa boqol gabadhuna waa boqol wiil kuro boqol wax is dheeri ma jiraan waxaan magaraysa sharci ma aha diin ma aha yani diinta ilaahay sidoo u soo dejiyo waa inaad qaataan adiga aqaligaaga iyo raygaaga iyo saasa wanaagsan iyo hala sinno ma aha qawaamada ragga iskale hoggaaminta iskale qawaamada ilaahay daragu sii ayad quraan ayadan quraanka arrijaalu qawaamuna cala nisaa yani hoggaaminta iyo maamulka iyo mas'uuliyadda weyn responsibility waxa soo dhaw ragga iskale قبض مسلمة لا تسافر المرة إلا معها دي محرم إنه صلى الله عليه وسلم قبض مصر في كرتاح تها هدانا وقف محرم أما ولا الكيد أما به أما والد كيد أنا ولسعون ما مصر في كرتاح بالي أنا واحد كارم سا وحوي واحد راس كمد ويان رجع يدمر كويس مين سير فوز بول وهل قصر لجرة وحكى له لجرة عي علم مدي ولا يي الديارة دوش كل عين عرفوا عصاري مصيبة الدنيا بعد ودراسة marka kow meesha la inaga raacay horta waxa weeye aan ku fashilannay Soomaaliland meel kale laga ma raaxin qodobka koowaad culimadii la laayay masaajidada habeen walba madaxa loo soo duudanayay dadkii la dilay wixii oo dhan ba horta oo qodobka koowaad mushkiladdu ugu weyn halkaas inaga dhacay laba dulmigii labaad ee magaran saadana lagu weeraray magaalada saddex istaraatiijiyad xumadii ahayd la istusay in magaran salaas aanood la qabsan karo afar وارنتا قوش عدى إلا هاد كتاين فشل كاسو إلا هادو تاين صنع قرن عيدان كبا كودا ماضي انتاسو أسكرا كودا ماتي موسى وانين شلع سن وانين عن مقران ساي وحبت دقال آن وحبا كاقون وانين بين لو شيغو اللي بمبوني وفول يوي وحكا شلع سن نما شلع موسى كاي تال در نما شلع بيش عالم كو مقران ساي خسن دو ويحرطي اكونوميكالي وين فشلاني بلوتكالي اكونوميكالي سنو فشلاني economically waxaan fashilnay dhamaan dhaqaalihii oo dhan magaraasa wala jaray magaraasa Somaliland ee wad garasan Somaliland economy depends on livestock and agriculture Somaliland dhaqaalihii marka la dhiganayo Somaliland history marka la dhiganayo dhaqaalaha Somaliland ku tirsan yahay ee magaraasa agriculture ka beeraha iyo livestock xoolaha nool ku tirsan xoolaha nool ayuu Somaliland agriculture magaraasa dhaqaalihii ku tirsan iyo magaraasa beeraha ملحظة وحاسة صراحة صوما كرر من natural resource كنا ده هو مقرسة هو crude oil وسيليد غيرين لما صو صارين وحاسة صارين ده إما كلا ما صو صارين كعنت لو وانهان لقو ماهي لكن هو واحد مستقبل كلا صو صارين ورشد دي سيبركو مقرسة هاي وحوي واي فردي ده ورشد دي مقرسة هاي لاس قري ورشد دي يوعد واي وضف فردي ورشد هو حكاش قيوة مقرسة هاي small industries ورشد هاي ريالة وتفرشانتا تا مقرسة عانها ورشد مقرنسا كلونكا وحاسا كشقي وحاسو نو ماهين دستري وينو كفر قرين كرتو ووطنك ماه ووطنكو دستري لايسي ماه ورشد مالها وطن دور رشدو دو يربو لي سمال دستري سوين كواسا يعني ما يعني اكسبورت مالها با حتى سمال لان دا ينبوت كي كنوش وحمي سودي جيسيتا مركا نقالا سمال لان دبينس اون اغريكالتر كي يوحو كتير سنا يو حولان نون لبضينا ماشا مقرنسا ويكا بحي ده كده مقرن ساي إن مركب مقرن ساي دسكو إيه إمبوتكو حلو سود دكان أيه لا عشوي تكس مقرن ساي تكسيش ما يدكو بحين شيء ماشي محاد عي وحاي كلمة لو راه تكس باردة رئيس عشوريت بيجمد مركب تكس باردة ودعه وحاي هوصل عي تشي دي بي أي ودك جروس دوماستيك برودة كا أما مقرن ساي ناشونال كوفيشن تشي دي بي أي هوصل عي أما بيركابيتا بيركابيتا ودك هوصل عي معيشة ديور دمباك عي مقرن ساي كعلي وضن كيو حكيت على inflation سحب برا بكتنا central bank وحبل العكتي العكتي والله ما رجع ربحه
واي سنترال بانك دمارت لعاجة أيو مقران ساي ديبوست بوك نولي مثلا مركا in terms of dollar لعاجة مقران ساي دولار كي أيا ماشي كباحي مركا معيشت با كوركو عادي إلين واد قران ساي قناعصتين سومال لان بيسر اون وحي مقران ساي وحي كوي بيان in terms of dollar باي مقران ساي هدي اتسول يبسني سو دولار هم بلقا قيبني سومال لان شلنك سوح الوي بيان مجرتو واي لعاجة الديفليشن با كوداعي قيمة داع با كوداعي لعاجة اللفتي قيمة داع با كوداعي لاسقوري ملي يدى ليس قريه اوكي هلكا فارت ما ديقو سقفت اوكي او قلي فارت وحي فارت او قلي مركا لقاليه هوس بو سعدا مقران ساي الدخل قددك مقران ساي دات كونو مقران ساي وحي دي مقران ساي داتك سومالان ديقنا دي انكم كود وحو كتيرتين يهي داتك ابرورك داتك ديفيد جوغا وحي يصوت درام ايو كنوليهن داتكينا مقران ساي دي مركا حوالدي وحلو درو لعقتي مقران ساق قفكي مركو ده وحي صرفته وحي وحير بين قنيان استاندر ليفنكي مقالدو أدبو كعك استاندر ليفنكو وهير كنولوشا هير كنولوشا دادك سومال لان كنولي وحي نقنيان لابد بغضات بين قنيان ماشا وحي كبح حيث مدل الكلاسكي هدي مدل الكلاسكو ودن كا كبح لانا وحي نقنيان مقران ساق ريج فري ريج داد أد وريجة يفري بول ومقران ساق اللورة لور مقران ساق دادك وحانا وبدنا مركو ربي اللور كاوبدنا حتى تبقدر الحماية بدنين marka qaabkaas hadii central bank waxay inuu dollar badan suuqa ku soo daayo marka magaran saay marka inflation ku dhaco demigran saay xir barku oo kor u kaco lacagta magaran saay Soomaaliland shilingis ku qiimo dhaco waan dollar badan soo galiya si lacagtaas ay qiimo u yareeyato waan laga xareeya waan suuqa laga xareeya magaran saay in cash tan badan iyo waxaan laga xareeyay dollar weyn soo daayay central bank borosigaas oo ku fashilmay marka meesha anigu waxay ku day economically wala fashilmay adu anyway isku duudub kulli qadaw economically wala fashilmay politically siyaasadda Soomaaliya ma waxay ahayd inay laas caanood inay dagaal ku qaado oo shacab layso oo dad layso oo waxa soo mushkilada iyo waxa soo dhibaato geysato ila markii hore dadku xataa waxaan inuu aaminsanahay markii hore garaas macallinka lahaada in Soomaaliland aad u mudidanay markaa runta laga hadlay garaas Ismaaciil ee garad jaamac garad Ismaaciil baan sheegay anoo ninka kale garad garad jaamac Cali ma sheegay laakiin garad kan jaamac siyaadku Soomaaliland aad u diidanay laakiin heer maanta wuxuu gaaray oo la gaarsiyay inuu yiraahdo naga bax ordeen iyo baan ku ga dhaayay sorry raalaha noo saas baa raadani oo baan ka ga dhaayay raalaha dhulku iska yeele wallahi imeyd maqlay ma malaynay sorry raalaha marka garaadku heer wuxuu gaaray inuu yiraahdo Soomaaliland ha naga baxdo Soomaaliland si gudbi barnaamijka Soomaaliland ha naga baxdo shaqo kuma lihiin Soomaaliland ma rabno way Soomaaliland naga lama tashan magrasa deegaanka deegaanka naga lama tashan markii horena lama tashan imkana aanu la tashanayn buu Soomaaliga marka ninkii magrasa markii hore uu dhadhawaa laakiin mar hadii uu yiri ha naga baxaan Soomaaliland maxaa harsantay maalmi hore waxaan dadka ku sheegi jirnay ma jeerteen ba meesha soo galay harti kala soo galay ama dad kale sida ogaadeen ba meesha soo galay dad ba ka dagaalamay ba la oran jiray dadku aan naga baxaan laascaano dadka sheeye soo galay ka baxaan de garaadkii baa wuxuu leeyahay ba naga baxa ya garaadka laftiisi ayuu wuxuu leeyahay waradoon iyo shaqeeyayaashan iyo Soomaaliland ma naqaan naga baxa marka maxaa la yeelay meeshan miya lagu dhimanaya miya la sii fadhiyaa oo aqaliga kuwa lagu dhimanaya iyo wala dagaalamaya haddii ma dadkan ka aan ka adkaanayn qabsano ma maamuli karnaa marka way waxaan maamulayna marka ma waxaan maamulayna ciidda ma dhulkeen maamulayna marka ilaan population dadka waxa magaraasay governmentiga lagu sheego from the people to the people way waa magaraasa waa dadka dawladda lagu sheego waa shacabka marka waaye bal aqaliyadan isku raacnaa meesha wala qabsanay la saxan dad qabsan haye taski oo dhan way ka baxeen dhirta marka ku taala laascaanood iyo meesha gooj cadde miya dad noqonay marka saldhigan gooj cadde leeyahay miya dad noqonaya dhulbaanta oo Soomaaliland aaminsan noqonay mise waxa magaran saay la maamulaya dhirta de ku taala meesha laada geed maxay geed maqarsiin miya la magaceed mise waxa la dhahdaa boora xargagan dhagdheer islaantii dhagdheer dhimatay dhulkii nabaday miya meesha soo noolaanayso kamid noqonaysa shacabka Soomaaliland dhagdheer haddii dhagdheer soo noolaatana waa la ino yaaba dhagdheer haddii soo noolaatana waa la ino yaaba it's high risk waa khatar weyn
anyway garaadkii naga baxay naga bax anaaf meesha wax loo sii joogo iyo waxa la isku dhajiyaa meesha ma yeelan war garaadkii ba hadaan kula socon oo qadiyadaadi aaminsanayn oo leeyahay anigu imika waxba ma rabnaa iska bax ya iska bax ayaa lagu leeyahay يا صوب حبال اللي صعب كي اللي في سعر المغرب ترى صوب حبال اللي صعب كي اللي في وين أنا ما أسوي هالشيء إذا دي مركا أنا ما قرر لي مركا ماشي الله صعده ده قال كنا توتالي وح كوي مني يو حل كوي مني مش شفت ده قال وح بكوي من معي هدي مع عدد كان لدم مايو يا هدي نقول كم بمجلس جيب يسير للجوبه وح في أيده اللي قاري مش شفت مركا حل كوي من غني يا ورني يوم بالعقل يكوك على بيح وين عقل يين كوك على بحنا آه عقل يين أجي قفك من هذا كعقل يلاهي وحسيه مقران ساي إنه كفكره برمستومين أصلاً مش مسكح هذا في فلاشة بيه فرانسيسكو هذا ما you have to make برمستومين مسكح هذا ولا يروي رجح على هذا والنبي هو عقله بنوك اللي بيحوا اسمه وبلدت كنا هن ولا هذا أنا هالغصب بحه والديان كان هالغصب بحه أوك هلا يسكي ماتو أوك هلا يماتو مرك أوك اللي يماتو مقران ساي إن المركز وريدو كنا هالكين ناس كتشوكا كلي يجون هالكاس يسكتشوجيان مش هو ده سيم كران سايس كتشوجيان قالوا ده كله حكم بيسكتشوجيان نقطة الغضب نوراني شو ما تقول واي إمك الصومالي الآن أيها واحد كم من نقطتي دولة فدرالية الصومالي والبهان تلفتي سو حابة عنهم عايمك ما من نجيب ما من الجولات ده وين نقول هل ما من الجولات بين نقول واي تم ديار دي الصومالية الصومالي إير لاين هو يسكتشوجيان ديار ده سويت كمان عالم دي الصومالية هو بفصل وجايم بروح على الصومالية موسى مركا قام بملكت أروح أنا مسرة هاي موسى دتك خيامي بحوي ودتك شعب كريس مال لوي دتك خيامي ودتك حس نكى موسى